معركة ضارية بين الثوار الليبيين وكتائب العقيد معمر القذافي اندلعت أمس قرب مدينة زوار الواقعة غرب ليبيا. القوات المالية للعقيد حاصرت وقصفت المدينة بعد سيطرة الثوار على وسطها منذ 4 أيام. ويحصن رجال القذافي المدينة الواقعة على الطريق الاستراتيجي التي تربط طرابلس بالحدود مع تونس. المعركة أسفرت عن مقتل 6 من الثوار وجرح العشرات، وتتمركز كتائب القذافي حاليا جنوب شرق العجيلة التي يقصفون المدينة منها. إن شاء الله هذه آخر معركة في المنطقة الغربية على الحدود التونسية، راس جدير، زوارة، جمال، رقدالين، زلطن، العسة، مع بقايا كتائب القذافي. إن شاء الله يعني نحسمها اليوم بعون الله يعني. ويقول ثوار زوارة إنهم اتصلوا برفاقهم في زنيتن والمناطق الأخرى المحررة للحصول على تعزيزات كافية، لكن في الوقت الحاضر المدينة لا تملك تعزيزات مطلوبة لأن جميع ثوار المدينة توجهوا إلى طرابلس. هنا على مشارف مدينة زوارة تكتب آخر فصول المعركة بين نظام القذافي والثوار. المعركة حسمت، يقول الثوار، ولم يتبقى للقذافي وكتائبه سوى الاعتراف بأن ليبيا اليوم حرة وسيدها الجديد هو الشعب الليبي فقط. جمال عز الدين لقناة يورو نيوز من مدينة زوارة.